très honoré, très heureux de savoir que nous avons déjà dépassé le cap de 100 clubs de créer depuis la dernière signature à Essaouira. Et nous sommes en train aujourd'hui de disséminer cette initiative à l'échelle nationale. La consolidation de nos projets collectifs qui favorisent continuellement l'émergence des espaces propices au dialogue, aux échanges et à la paix, et qui constituent bien évidemment des hauts lieux de transmission de savoir et des valeurs universelles et universalistes. شرفنا السيد أندري أزولاي مستشار صاحب الجلالة ورئيس المؤسس لجمعية تصويرة موغادور والسيد الوزير بالإشراف على توقيع اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملا خنيفرة وجمعية تصويرة موغادور ومركز الأبحاث والدراسات حول القانون العبري بالمغرب. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ترسيخ التعايش والتسامح بالمؤسسات التعليمية من خلال إحداث الأندية التربوية في هذا الإطار. وهذه الاتفاقية هي تنسجم مع روح دستور المملكة المغربية وأيضا مع التوجيهات الملكية السامية وكذلك مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والاتفاقية الدولية التي صدق عليها المغرب. وتجمعنا جميع في شعار الله.